لكن مثلا كي تكون انت تلقى هكذا الطوموبيلات هنا تقدر تجي تسقسي تقول لهم اسكو هادو راهم للبيع شحال يبيعوهم لك هكذا بون بري واش يديروا لك يبدلوا لك غير الفلتر يبدلوا لك الزيت ويعطوها لك وهذه خاوتي هي لافير هذه هي اللي تلقى خاوتي شحال الاسعار مثلا كيما الكادي تلقاه ب 13000 14000 هنا يمكن تلقاه بكاش عشيره ولا يبيعها لك هكذا المهم واش نقول لكم اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله ربي يحفظكم ويحميكم ان شاء الله ربي يعطيكم الحلال ان شاء الله ربي يرزقكم ما تمنوا جبنا لكم كوتي وين المعنى الحقيقي للسياره في النيلو ان شاء الله ربي يعطيكم كاع وحده وحده وان شاء الله كل واحد متمني حاجه ان شاء الله ربي يعطيها له ما نحسدوا حتى واحد ونحبوا الخير كاع للناس كاين بزاف يقول لك ما تجاوبني خاوتي الله غالب سمحوا لي عندي بزاف تاع بزاف تاع بزاف لي ميساج ما نقدرش نجاوب كاع خاوتي المهم نحبكم في الله وصلوا على رسول الله والمعنى الحقيقي تاع ماشي في النيلو هذه في الباش هذه هي اللي قالوا جيبها في الباش ها والله ما باش ما والو غير نطلع لي ها ها اسمع قالوا انت تشريها وانا نطل ها جديدة الله يبارك ما شاء الله اللهم ارزقنا الحلال صلى ربي يعطيكم بحيدة هكذا جديدة في النيل ومنها تاع